طبعا متابعه السوشيال ميديا وبتشوفي الكوميكس كتير وبذات الكوميكس اللي عليكي عليكي بذاته على البرنامج بيجي كوميكس كتيره. يعني مثلا من اكتر حاجات اللي حكيتنا الفتره اللي فاتت الحرامي اللي سرق موبايل مراسل اليوم السابع حطوه معاك. اي حد بيعمل ترند او بيبقى مشهور الصباره الراقصه حطوها معايا ضيفه دي اكتر المومياوات الملكيه لقيت نفسي قاعده مع الموميا بستضيفها. دي كوميكس انا بنبسط منها جدا وبالعكس وبضحك عليها انا وولادي والتيم احنا بنقعد نتداولها. لا دي حاجات لطيفه وجميله وكمان فيها ستيتمنت فيها موقف انه طبعاً. اي حد في اي حته في اي حاجه اكيد هيكون معانا والناس هتشوفه معانا. عندك جروبات الستات دي على السوشيال ميديا بتخش فيها ولا ماليش فيها خالص؟ افاجئك بالكوميكس اللي عليكي على الجروبات دي. دايما يقعدوا يقولوا احنا عايزين نحط جوازنا مع منى الشاذلي عشان يعترفوا هم عملوا ايه. دي كانت تحفه لو مش عارفه دايما الستات يقعدوا يهزروا احنا اللي نجيبه مع منى الشاذلي هتجيب لنا قراره. دول عندهم اولا وجهه نظر يعني عميقه جدا لانه في حاجه يا فاطمه دايما بتحصل معانا لدرجه احنا وزمايلي في التيم اللي انا بحبهم وبقى اخواتي اكتر من هم زمايلي طبعا. احنا ساعات نقول احنا ما قلنالكش حاجه انت بتعترف وبتعيط وبتنفعل وبتستعين ذكرياتك وبتحط قراراتك واحنا والله ما عملنا حاجه. بس بالعكس انا بيتهيالي انه الضيف لما بيجي بيبقى واخد قرار داخلي في ضميره او في عقله انه انا هكون نفسي طبعا في البرنامج ده. أنا صحيح إنه البرنامج فيه مشاهدة كبيرة جدا وفي فقرات كتيرة لها علاقة بالإنترتينمنت أو المتعة طبعا. بس أنا عارف إنه في جزء مهم في البرنامج ده له علاقة بالصدق. أنا هطلع صادق ويبدو إن القرار الداخلي اللي بياخدوه قبل ما يدخلوا الاستوديو عندنا بيبان وإحنا في الست وإحنا وسط الجمهور. هو بيبقى صادق مع نفسه أولا فبيقول حاجات بتفاجئنا بتخلينا مش بس نتعاطف معاه نفكر كويس قوي في اللي هو بيقوله وفي نفس الوقت بيبقى خبريا بنعمل خبر بنعمل هيدلاين بنعمل عنوان عن حاجة جديدة عن الشخص أو الفنان أو الضيف ده يمكن ما قالهاش أو ما صرحش بيها قبل كده. فعلا الحاجات الحصرية اللي فعلا مش بنسمعها ولا نتفرج عليها غير في معكم منى الشاذلي.